يا نواب القبائل والعشائر، يا وجهاء، يا كرام، يا مربين، يا دعاة، يا مسؤولين، يا كبار، يا صغار، يا مؤمنين، اتقوا الله عز وجل في دماء المسلمين، في مسائل ديات، في مسائل ضبط أمور القبيلة وأمور العشيرة والحد من الأشياء هذه، وعدم تمكين الشباب من التسلح بالسلاح الأبيض والناري في سيارات، في زواجات، في محاضر من هذا القبيل. أصبح الأمر عبث 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 بالدماء، وفي الأخير ادفعوا وانقذوا واعتقوا وافعلوا واتركوا. تروا دم ذاك اللي مات وانقتل، تروا ما هو بشوي لا عند الله ولا عندها له، مثل إن رقبة هذا ما هي بشوي عندها له. جمعون القبائل من هذا القبيل، وهذولاك رافعين أيديهم إلى السماء إن الله يقتص لهم من هذا اللي قتل ولدهم أو بنتهم أو ابنهم أو اللي يكون أو أباهم، ويقتص حتى من كل من أعانه. والله ما أوقع الشباب فيما هم فيه إلا الشيلات اللي تدعو للحمية الجاهلية والعصبية الممقوتة، ولا فعل هذه الأمور إلا السوالف اللي في المجالس يسمعونها الشباب والجيل. حنا آل فلان اللي حربنا واللي غزينا واللي خذينا واللي نحرنا وفارسنا وخيوننا ورماحنا وسيوفنا وبنادقنا. إيش أنتوا؟ أنتوا في جهاد؟ أنتوا في جهاد في سبيل الله؟ والله الذي لا إله إلا هو هذه، والله ما تفعلونها، يشهد الله من علي سماه. لكنها بس نزعتها من المجالس، وحنا اللي فعلنا تركنا، والله قد عزنا بالإسلام وعزنا بالوحدة والوطنية في هذا البلد اللي نسأل الله لا يغير علينا ولا على مسلم ولا مسلمة، لا في هذا البلد ولا في غيره. ليش تخلون الجيل أنه يفعل هذه الأشياء وتورثوا لها أشياء ما يرضاها الله ولا نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنتوا تسألون عنها وتحاسبون يوم القيامة؟ ذبح وسدح وبعدين نار تلظى ولعنه وعذاب وغضب من الله عز وجل. آسف على الإطالة، ولكن والله من حرقة الأمر استودعكم الله.